أيها السادة والسيدات، ننقل المقابلة هذه من ملعب هز وخبط بالميليا، مقابلة حرة تجمع بين فريق الشقفة وفريق الميليا. جمهور غفير جدا، حوالي يقدر بعشرة آلاف متفرج. شي قاعد على الحجر، شي زتت فوق الشجر، شي كفت فوق الكرمود دي الناس. بوكادوم يتقدم يتقدم ويكدف كدفة قوية تضرب في المدرية الفوكانية. وكلبي حباس، أنا كنت حلبيت، هو ماشي حلبيت، حط ضربة جزاء يحطها في النقطة دي بيطة ويكدفها بالكمكومة دي الصبات، يا سلام، ويسجل بوكادوم.